أشهد أن محمدًا عبده ورسوله شهادة تقيم وجه صاحبها للدين حنيفا وتبرئه من الشرك والإلحاد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين إلى يوم التناد وحن بالله دونا الدور ذينا لما قعب هذي خلاصة الآراء والأفكار في أسهل طريقة لتعليم القراءة والكتابة للصغار مواضيع ذا إيكاكو منتا هاي مانتا وإلا يا أفرق إبط وحن كو بالله دونا آيات من آيات الله الحكيم وحن نغحيقي دونا أهداف الدورة ونتائجها وحن نغحيقي دونا مواصفات المعلم الناجح وحن نغحيقي دونا مدو قدن بيسنا أن كليقي دونا النقاشات وعرض الآراء وحن كو بالله دونا آيات من آيات الله الحكيم ويقرأ لنا الأستاذ عباس عبدي إبراهيم تفضل وأنت مشكورا مأجورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم بارك الله فيك وأفصح الله لسانه وحن سودوين يا الأستاذ عامر أحمد ميو وكهل لدونا أهداف الدورة ونتائجها تفضل وأنت مشكورا مأجورا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آد يا أمة سنتهين أن كسوقيب قلك أد كسوقيب قشين دورة ومقعد لده خلاصة الآراء والأفكار في أسهل طريقة لتعليم القراءة والكتابة للصغار إن دوردان وحان كشاكين دونا إن شاء الله تعالى أهداف تيدا يوحا لقلي يهي يفائدوين كيدا يأجند هذا أيان كشاكين دونا إن شاء الله تعالى دوردان إن أهداف أيان ليدا ولجدوين aya laga leeyahay dowradan ulujeedooyinkaasi waxaa kowka ah in kor loo qaado heerka macallimiinta dhiga farbarashada alqiraa'ah walkitaabah macallimiinta dhiga ee dugsiyada qur'aanka kariimka ah ku dhiga in mustawahooda iyo heerkooda kor loo qaado ayaa laga dan leeyahay arinka labaad een oo dooradan looga dan leeyahay waxa weeyaan walaalayaal macallimiinta in lagu tababaro mihnada waxbarida macnaha shaqada waxbarida inay macallimiinta ku tababartaan waxaa kaloo laga gol leeyahay dooradan in loo dejiyo manaahij cusub iyo nidaamyo tacliimeed iyo in lagu tababarto waxaa kaloo laga leeyahay walaalayaal qofka ثقافة إنه له هذا قف كربا إنه وحبر إلمها إلمها يرير سيد الله تعامله معانكو إلى هذا يي وحبر الدو هذا مركي وحلا برا يي فرت لا برا يو كلا إن معلنك أو له هذا خبرة أو له هذا على الأقل ثقافة أو ليها معلنك أرنك هسا يلا قل لي دورة ذو أجندم يلا ذا ها
دوردان أجندة هذا وحكم إذا ولا ليال لو ما الموت أيان دورد أقيب سنة إن شاء الله تعالى. اليوم الأول للدورة أو ما أنت أه ما أنت كوبات دوردان ما أنت وحواي كو نصائح يتلوين إن معلمين تلو قد بيو تاوى أرنت كوبات أرن كلبات وحواي ولا ليال إن للضوضة أو للنقاشة قابك أغو سهلاً أو المها اللو باري كارو فربرشاد اللو باري كارو قفو البو حاربا إنو نقاشو أو نقاش كاقيب قلو ميدا صدحات أو دورادان لوغا قولنا يهي وحاويان تجارب يخبروين إن لسلاف صدو قفو البو ماانتا أنا قنقا ميدا وحبو سو أرك ميدانك يقوبتي وحبريد أيو كجرا مركو وحال الربا خبروينك قفل بو اوهايو اما تجاربت او سو اركي انو نلغي قيب قلو او كقيب قاتو سيدا ارادي سا ايو ما اركت افكارتي سا ان او ديوان قلينو ان او اوغانو ان مانتا سيدا سا ايي نقوني سا ان شاء الله تعالى دوردينا توجيهاتك اي نصائح دا معلمين تلقرب او لسيو كدبنا نقاش او ميلها قاركوت لغا نقاش دونو oo tajaaribta iyo qofka oo soo maray ayaa laga naqaashi doonaa aad maalinta labaad oo bari ah insha Allah ta'ala waxaan sabxin doonaa diraaso ayuu qofka qaadan doonaa diraasadaas oo baranayo saddex maado ayuu qofka dhiganaya macnaha saddex maado ayaan ku tababareynaa oo seenaynaa macallinka farbarashada waliba khaas u ah macallin walba uu ka faa'iideysan karaayo hada macallinkii dugsiga wada hayay ama waxbaridi ku jiray asiga naftigiisa inuu wax farbari karo ayaa la rabaa marka waxaan seenaynaa insha Allah ta'ala yawm qadin diraaso oo gaaban oo ku saabsan qawaacida oo qatimaaya saddexda maadada ugu dambeysa oo aan ka dhigi doonaa insha Allah ta'ala sida ugu wanaagsan oo ilmaha loola tacaamulo markay yar yihiin marxalada markay ku jiraan qiraa'ada iyo kitaabada markay ku jiraan sida loola tacaamulayo macallinka maxaa laga rabaa markoo ilmaha yar yar la tacaamulay maxaa laga rabaa aan kadib insha Allah ta'ala waxaan bixin doonaa markuu maadooyinka saddexda ah oo barto kana qayb galo niqaashiyada iyo tajaaribta markuu ka qayb galo shahaado tababareed oo farbarashada ayaan bixin doonaa insha Allahu ta'ala qorshaha sidaas weeye een dooradan ee saddexdaas maado qofka inuu barto kadibna shahaado tadriibiye oo la siiyo een intaanan aaraada iyo ma aragta maxaan ku iraahdaa afkaarta aan soo gudbinin ee waxaan niga rabaa macallimiintiina inaa ka qayb gashaan macallin walba waxa laga rabaa wuxuu arkay tajaarib buu arkay